طبعا من جديد برحب بك يا استاذ ابراهيم واكيد بضيفك الكاتب الصحفي الاستاذ محمود صبري وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان ومن هنا بالفعل يا استاذ ابراهيم زي ما حضرتك قلت من معهد الموسيقى العربيه يمكن طبعا معايا واحد من النجوم الكبار طبعا الكابتن الكبير وعضو لجنه التخطيط بالنادي الاهلي كابتن زكريا ناصف طبعا كابتن زكريا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي وطبعا يعني يا كابتن النهارده احتفاليه كبيره وحدث كبير تكريم اثنين يعني طبعا من اساطير ومن رموز النادي الاهلي الكبار يعني سواء طبعا دكتور حسن المصطفى او الكابتن حسن حمدي اهلا بيك يا ساره واهلا طبعا استاذ ابراهيم واستاذ محمود صبري وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي الحقيقه انا عايز اختصر ان دي حاجه واحده من الموروثات اللي بتاكد احترام الاجيال لبعضها وانا يعني محظوظ ان انا اكون موجود في حفل لتكريم اثنين بعتبرهم من ابناء النادي الاهلي اكثر ما نقدر نجوم نج... نقول نجوم او رموز هم ابناء ابناء اتولدوا وعاشوا وتربوا وكبروا و... وربوا بعد كده اجيال ولا زلنا بن... بن... بنستمتع بيهم وبنتعلم منهم ودي رساله بقى يعني هنا نقف عند الرساله زي ما بنقول موروثات لل-- للاجيال من الاجيال على مدار 100 واكثر سنه على مدار الاجيال اللي جايه الرساله واضحه جدا و... 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 وتوارث للاجيال وتعليم للاجيال وتواصل كمان لان برضو الاجيال اللي بعدينا احنا دلوقتي بنتعلم من اللي قبلنا وبنحاول اللي بعدينا كمان نديهم اللي احنا اتعلمناه فبالتالي طبعا حدث التاريخ هيتكلم عنه وانا اعتقد ان المستشار محمود فهمي برضو خد القلاده ويعني لسه لسه في كمان نجوم ورموز خدموا النادي الاهلي في كل المجالات سواء في الاداره او في الرياضه وبالتالي طبعا الدكتور حسن مصطفى وكذا حسن حمدي يعني طبعا معزه خاصه لان كان مدير كوره وقبل ما يروح لمجلس الاداره اتعلمنا منه حاجات كتير قدوه ونماذج رياضيه مشرفه مش بس للنادي العالي ده المصر والوطن العربي والافريقيا بل وللعالم طبعا لان الدكتور حسن مصطفى يعني غني عن ان احنا نتكلم عنه عالميا في مجال الهاندبول وقدر ان هو يطور وشايفين ولادنا الاجيال اللي موجوده دلوقتي بتحقق بعد ما هو عمل النواه بتاعه الهاندبول فطبعا بشكر بيبو انه بيفكر في سواء الزملاء او الاصحاب او الاجيال اللي هو عاصرها او حتى اللي قبليه انه يقوم بتكرمه ولسه ياما هنلاقي نجوم كبار هيطلعوا على مدار السنين اللي جايه برضه هيبقى فيه رموز لان هو ده النادي الاهلي وده قدره ان هو يبقى عنده نجوم ورموز وابناء يعرفوا قيمه بعض ويقدروا يكرموا بعض كابتن زكريا سريعا قبل ما اختم مع حضرتك يمكن طبعا الحدث النهارده والتكريم النهارده ليه معاني كتير جدا واهمهم طبعا انه بيورينا يمكن النادي الاهلي طبعا معلم بيعلم دايما جميع الاجيال سواء الاجيال الحاليه او الاجيال القادمه معنى مهم جدا وهو معنى الوفاء والعطاء طبعا العطاء الكبير اللي يمكن اعطاه كابتن حسن حمدي او دكتور حسن مصطفى على مدار السنين اللي فاتت طبعا للنادي الاهلي عايز اضيف آه آه اللي انت قلتيه بوافق عليه عايز اضيف حاجه دايما اتربنا عليها وهي انكار الذات ان ما حدش بيقول انا هو بي اللي بيقول يقول النادي الاهلي الاول وبعدين يجي بعديه اي حاجه وبالتالي اسم وشعار وقيمه النادي الاهلي بتيجي من هنا ان ما حدش بيقول انا الاول لا بيقول النادي الاهلي الاول دكتور كابتن طبعا زكريا ناصر بشكر حضرتك جدا واكيد يعني طبعا كلنا هنكون متواجدين جوه ويعني مسيك جدا لحضرتك شكرا شكرا جزيلا